يا كوكو يا كوكو انت لسه قاعدة يا كوكو يا نهارك أبيض خلا نصر عمالة تنضف و و و وتشطف وتغسل وتمسح وانت لسه قاعدة يا كوكو كوكو انزلي يا كوكو من على السرير يا كوكو كوكو يلا يا كوكو كان ساعات بعدينا يا كوكو كده ونتنشط ونتشطر ونتقطقط ونتبطبط يا كوكو هنا يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا حلوين يا معسلين يا مسكرين يا شرباتات في الكوبايات تقولوا لي الدنيا ساقعة تقولوا لي الدنيا عاملة لا قومي يلا قومي يلا صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ها آه يا بنت انت وهي يا بيت صلوتي يا ولاد على النبي يا ولاد اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا النبي حبايبي الحلوين المكتكتين المعسلين الشربطات في الكوبايات دخلنا طبعا انتوا يا اولاد شايفين الاوضه ما شاء الله شريفه عفيفه نظيفه امال ايه يا ولاد؟ لازم كده تبقى الاوضه شريفه نظيفه عفيفه طلعنا يا ولاد كده بالصلاه على النبي اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي بس البلكونه مش شريفه ابدا واطيه وانتقاما منها سنقطع الستاره شدي يا نصر <applause> شدي يا نصر انت في الحمام ياما ولا ايه شدينا الستاره قطعناها الناس اللي كانت يا نصر الستاره, نصر الستارة يا نصر اعملي ستاره ايه اختي عملتها ياما ياما كل اللي انت بتقولولي عليه اتعمل من 100 سنه فاتت يا اخت في ايه بس خلاص ياما دابت وشاطت وماتت خلاص انا مش هو ايه قصه ستاري ياما هو انا يا اختي المدونه نصرة يا اخت في ايه من اللي هيبص انا مفيش حد ياما بيبص عليا وبعدين يا اختي انا عندي الشباك بسلك ما شاء الله وعند ستارة شفافه شريفه عفيفه خلاص يا اختي يا قصه ستاري وما انا اتخطف ياما هيشدوني من البلكونه يعني المهم لازم لازم البلكونه تبقى فله فله كده منوره فله البلكونه لازم تكون نظيفه وكمان ما يبقاش فيها تراب ولا يبقى فيها كراكيب خلي بالك الكراكيب هتوحي حشرات وصراصير وفران وبلاوي سودا خلي بالك هنا كان الحاجات بتاعت القطه المقطقطه قريبا بالاسواق كده ربنا يكرمني واشتري قطه اجر قطه قطه اه المهم يعني زي ما بقولكوا كده الفرش بتاع القطه مش هو مطرب يعني ما حاجه بس هو مطرب بس انا قلت بقى قررت النهارده ان انا اغسله وبما اني اخدت شوية ماي في البلكونة فقلت خلاص اغسل الاسطوانة واغسل الحاجة دي عشان لما نمسح الارض تبقى ايه كل حياتنا كده نظيفة وشريفة وعفيفة المهم حبيبة قلبي امك كده اتنشطتي معايا وعايزة اقولك على راجل واطي جوز صاحبتي ده راجل واطي انتوا مش متخيلين عمل معايا ايه على فكرة في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش آه بس انا تقريبا ممكن اقول كل حاجه ما انتوا عارفين بقى انا لساني فالت يعني اعمل ايه اعمل ايه واحد واطي يعني ما يعني ما مش عارفه كده وكان بيصلي على فكره كان بيصلي يعني مثلا ما قالش حرام ما قالش عيب ما قالش اعتبرها اختي ما قالش اتقي الله فيها انا مش قادره افهم هو لازم يكون اخويا عشان اتقي الله فيا عارف كل ظروفه رغم كده راجل قليل الادب راجل قليل الادب احكي لكم الحكايه وقولوا لي هو قليل الادب ولا مش قليل الادب بس مش عارفه انا هقول كل حاجه ولا لا ربنا يسهل الفيديو معانا طويل المهم هنا دخلنا على البلكونه نظفناها كده وكنسناها وقطعنا الستاره فاكرين الاعلان يقول لك تخلص من حمامك القديم تخلص من انا تخلصت من ستارتي القديمه المهم خش على الاوضه بتاعه الفيران دي لا الاوضه بتاع اللي فيها الـ اللي فيها الدولاب همسكها نكوتها واشيل تحت السرير وهنضفها كده خلاها فله 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 وكمان الميه قطع بس انا محوشه شويه ميه همسك برده البوتجاز والمطبخ هنضفه على قد ما اقدر وقوموا كده يا ولاد الشطار ومعايا كده قوموا حبايب قلبي كده ما تقوليش الدنيا ساقعه والدنيا عامله والدنيا مش عارفه ايه وعايزه اقول لكم ايه اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي ايه ساعات الواحد بيفتكر الموقف دي والله العظيم بيحزن وبيزعل بحس إن أنا حياتي كلها كانت صراع بين حاجات كتير جدا بس سبحان الله والله العظيم اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين يعني بتيجي يعني مش عارفة أنا عاشرت الناس دول كتير جدا لكن ما شفتش قمة ندالة لو عايزين أكملكوا في قمة الندالة اللي شفتها معاهم قولولي كملي لو مش عايزين أكمل قولولي برضو عايزه اقول آه انا بعد ابو آه بنتي آه انفصلنا من بعض انا بعدها بفتره اتجوزت واحد والواحد ده ما كانش اصلا سبق, سبق له جواز اتجوزنا ورحنا أخذ شقه في دور ارضي كان البيت ده دورين كان دور لاصحاب البيت ودور آه احنا كنا قاعدين فيه شقه دور ارضي يعني المهم وقعد وبنتي قعدت معانا وكده والحمد لله الدنيا مشيت تمام بس هو طبعا ما كانش عايز خلفه وخلاص بقى يعني ما انا يعني هو قال انا مش عايز اخلف هو على فكره كنت انا اول بخته رغم انه ما كانش سبق له جواز كنت انا اول بخته يعني المهم والحمد لله طبعا انا ما خلفتش منه لان ربنا سبحانه وتعالى كان عالم بكل شيء طبعا ربنا هو علام الغيوب فكان آه فتوفاه الله وكان يعني سبحان الله الواحد ساعات بيبقى عايز حاجة آه ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل اللي في اللي في الصالح فطبعا تخيلوا بقى لو انا كنت خلفت منه كان يبقى عندي وفاء وعندي عيال تانية تخيلوا كنت هاكلها منين واشتغل ازاي وهعمل ايه المهم اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين توفى وبعد كده فضلت انا وبنتي قاعدين في الشقه لوحدنا ابتديت طبعا ان انا اشتغل دورت في المصانع هنا وهنا لقيت الرواتب قليلة جدا وشغل المصانع ده عايز بنات ويعني مش, مش, أحلى حاجة وسألت أهل الخير قالوا لي اشتغلي في بيت دورت فعلا هنا وهنا لحد لما ربنا سبحانه وتعالى كرمني ببيت رحت اشتغلت فيه وكان الراتب بتاعي تقريبا يا 250 يا 150 يا 300 والله يا جماعة أنا مش فاكرة بالظبط لكن هو كان في الحدود دي الكلام ده كان من زمن الزمن يعني دلوقتي انا عمري 60 سنه كان وقتها كان عمري 34 سنه كنت لسه صغيره ما كنتش كبيره يعني وبنتي كانت صغيره معايا بس فبنتي كانت طبعا بتروح مدرسه فتروح تروح هي المدرسه وانا اتكل على الله على اكل عيشي وكنت مديها نسخه من المفتاح تيجي وتفتح لانها كانت بتيجي قبل مني بتيجي الساعه 3 من المدرسه او الساعه اتنين ف كانت تاخد المفتاح وتدخل تفتح تقعد تاكل لقمه وبعد كده تطلع تاني عندها مجموعه عندها درس تطلع بس كده وانا كنت باجي امتى كنت باجي حوالي خمسة ستة سبعة تمانية بالليل طبعا كنت بشتغل في شقة كان معايا رعاية طفل كنت طفل صغير كنت باخد بالي منه واكله وتنظيف كل شيء في الشقة دي كنت برجع طبعا مهدودة ارجع الاقي بنتي بتعيط مالك يا بنتي في ايه تقولي الناس صحاب البيت شتموني لوحدهم كده تقول لي آه الباب كان مقفول بتاع السكة خبطت خبطت تحت فتحه سابوني كتير ما فتحوليش وبعد ما فتحوا فتحولي رزعوا الباب في وشي تفوا في وشي وأنا خارجة يا ماما أروح الدرس دلقوا علي تراب من فوق فعلا الست دي كانت الله يسامحها يعني كانت ست ربنا يسهل لها وكان جوزها ملوش كلمة كانت هي اللي مشية وكان عندها أربع عقارب أربع عقارب أو ثلاث عقارب من العقارب بناتها كانت خلفتها بنات وكان البنات عن مش مربياهم وكانوا قمة قلة الأدب وقمة القذارة كانوا بيطفشونا بيقرفونا عشان نسيب الشقة ونمشي لكن في الوقت ده أنا ما كانش ينفع أن أنا أسيب الشقة أول هام أنا ما كانش معايا فلوس أن أنا أروح أدور على شقة خاصة أن كانت في الفترة دي ابتدت الشقة تغلى ابتدت الإيجارات بقى تخش في 100 و 120 و 130 والشقة دي كان إيجارها خمسة وأربعين جنيه أي نعم كانت شقة معفنة ما كانش فيها مية كنا بنحول مية من برة بس طبعا كنت أنا وبنتي في وقتها ما كانش معانا أي حاجة وما كانش حالتنا أي حاجة غير أن أنا بطلع أشتغل وما جيش غير آخر النهار القرشين اللي أنا جايباهم ناكل بيهم وندي درس وندي مجموعة وبابنا مقفولة علينا وما دعوه بحد تفوت الايام وتعدي الايام وكان ليا جيران ولاد حلال كنت بعتبرهم انهم ولاد حلال بس هم يعني ولاد حلال مصفي عادي كنت انا والجرة دي قعدنا كتير او مع بعض كنت تعرف كل التفاصيل عن حياتي كنت بحكي لها بعتبرها انها اختي ولكن للاسف كنت تقريبا كده بجيب ميكروفون وبقول لمصر كلها مصر كلها بقول لها انا باكل ايه وبيحصل لي ايه اللي بيحصل وايه وايه وايه, وإيه لانها كانت بتقعد مع جيرانها وتقعد تحكي لهم كل حاجه عني ده طبعها على فكره وما كنتش اعرف ان ده طبعها كده لان كنت لما اتكلم معاها اقول لها ما تقوليش انا برتاح لك وانت اختي وكلام ده اللي انا بقوله لك ما تقولوش لحد لكن هي بسم الله ما شاء الله كانت بتقعد في فين يا ولاد؟ فين يا اولاد كانت بتقعد تقريبا كده يا ولاد في في تقريبا يا اولاد كده كانت بتجيب الناس كلها كده وتقعد كده تمسك ميكروفون وتحكي قصه حياتي المهم ما علينا قصة حياتي مفيهاش حاجة تفضح يعني أو حاجة قلة أدب يعني حياة عادية جدا فيها شوية مشاكل بس عادي المهم جيت في يوم من الأيام بنتي كل ما أجي من الشغل تنغص عليا حياتي ضربوني عملوني شتموني بتاع طب يا حبيبتي خلاص ما ترديش عليهم طب يا حبيبتي مش عارف طب يا حبيبتي فضلت يعني ما فايدة فضلنا في الموال ده كل ما أجي من الشغل بنتي تشتكيلي يا بنتي ما ترديش عليهم يا بنتي تقولي والله العظيم وتعيط اخدت بعضي وقلت ايه جاري ده هو ومراته أنا النهاردة هروح لفلان الفلان اللي مراته وأقول له جوز الست دي اللي هي صاحبة البيت اللي يعني اللي هم اللي أنا ساكنة عندهم الراجل ده بيصلي مع الراجل ده الاتنين دول بيصلوا مع بعض في الجامعة وبيشوفوا بعض وبيسلموا على بعض وجيرة أنا هكلمه أقول له يخلي مراته تبعد عيالها عن بنتي واعتقد ان دي حاجة طبيعية وحاجة عادية يعني المهم خدت بعضي ورحت قلت لمراته قلت لها قولي لا بقوله خلي جوزك يقول لابو فلان يعني ايه يبعد عياله بناته عن بنتي وكده انا مش ناقصة مشاكل انا جماعة سيبوني في حالي وكده انا فيها اللي مكفيني تخيلوا الندالة والقذرة يقول ايه يقول لها لا انا ما اقدرش اكلم جوزها انا لو كلمت جوزها جوزها هيقول بيني وبينها ايه يعني هو جو يعني هو لما يقول للجار ده يعني ابعد عيالك او بناتك عن وفاء ومش عايزين مشاكل كل واحد يبقى في حاله فهو بقى يفكر ان انا بينه وبينه حاجه طب انا مش قادره افهمها يعني ليه يفكر ليه هو لما راجل يجي يقف جنب ست او يقول كلمه فيها خير او يقول يا جماعه عيب او يقول حرام يعني أنا مش عارفة أكيد أنت أصلاً نيتك وسخة وأنت أصلاً راجل نيتك وسخة أنت نيتك زبالة عشان كده أنت قلت الكلام ده. أه بصيت طبعاً الكلمة نزلت عليها زي الصعقة ما كنتش متخيلة إن هما بالندالة دي وبالقذارة دي ليه يعني وإن أنت مثلاً كجارة محترمة وليه تقعدي تعمليني أنا اللي بانا بينك وبين جيرانك وتقعدي تسلي ام حصل لها كذا ام وفق عملت كذا ام وفق معاها ام ما معاش ليه تحكي لجيرانك اللي انا بمشي قصادهم ماليش علاقه بيهم حتى ولا كلمه صباح الخير ليه ليه كنت معتبراك ان انت اختي وليه طلعتي بالنضاله دي اكيد ادم انت ادم جوزك ندلي يبقى انت ست ندله ودي كانت يعني يعني لغايه وقتنا هذا يمكن اصل لما كنت بشتغل عند المدام اللي سافرت دي كانت دايما تقول لي ما بتحبش الناس الناس انا شفت مقاسي كتير جدا 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 من الناس آه ما فيش وقت احكي عليها او في حاجات فاكراها وحاجات مش فاكراها بس فعلا يا جماعه والله العظيم اكتر حاجات شفتها يعني في حياتي حاجات كتير جدا شفتها من الناس تخليني فعلا ان انا آه ما بقاش لي علاقه باي حد وما زلنا لغايه دلوقتي مش عارفه امتى الناس هتتغير وامتى الناس هتتقي ربنا وايه العيب في ان يحصل مشكله وواحده تستنجد بجاره انا انا ما انا ما رحتش لجوز صاحبتي انا رحت لصاحبتي ذات نفسها اللي هي جارتي ان انا اقول لها يعني يعني انا ما رحتش لراجل قلت له اعمل كذا لا انا قلت له يكلمه انا قلت لمراته تقول تقول له يكلم الجار ده انه يبعد عياله عن بنتي عشان انا مش عايزه مشاكل لكن للاسف هو طلع راجل ندل جدا وخسيس ولغايه وقتنا هذا يمكن انا احيانا نادرا ما بشوفهم لكن استخبى منهم مش عايزه اتواجه بينه وبينهم لان فعلا في كذا موقف عملوه معايا قمه النداله فيهم آه لحد الموضوع على فكره الموضوع دخل للإسم على فكره الموضوع وصل للقسم لان هو لو كان اتكلم وكان اتدخل ما كانش الموضوع كبر قوي كده لان احنا هم مسكوا فينا واحنا مسكنا فيهم ورحنا الاسم وعملنا محاضر وعملنا مشاكل فكان ممكن الكلمة الطيبة تمنع الشر عننا كان ممكن لو حد وقف جنبي انا وبنتي كان ممكن منع عننا مشاكل كتير لكن للأسف الظلم هو الظلم الناس فيها كمية ظلم يمكن الشيطان الشيطان انا بحس ان الشيطان ده طيب جدا بحس انه غلبان ممكن تقولوا لي عليا هطله متخلفه عبيطه ايوه انا فعلا بحس ان البشر كميه الشر اللي في البشر لا تعد ولا تحصى بحس ان البشر بيتفننوا للناس في النصايب يمكن الشيطان بس كل اللي عمله قال له ربنا انا مش هسجد لبني ادم انا مش هسجد له لكن البشر على وجه الارض بيتفننوا في الشر بيتفننوا في الافتراء والدليل الحياة والجو اللي احنا عايشين فيه اللي كله نفاق وكله كذب وكل واحد حقد على التاني وكل واحد عايز يسرق التاني والهم اللي احنا فيه مازلنا فيه لغاية دلوقتي والافترة طبعا انتوا اكيد عارفين حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم فعلا لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم حبايبي الغاليين الحلوين انا بحبكم جدا جدا ربنا يستركم في الدنيا والاخرة ربنا ما يحرمني منكم قولوا لي ايه رايكم في الاوضه بقت عامله ازاي كده جميله حلوه حبايبي الغاليين ما تنسونيش كده بالدعوات الصالحات ربنا يستركم في الدنيا والاخره ويكفيني ويكفيكم شر المرض وشر المستخبي بحبكم في الله ربنا يدومكم في حياتي نعمه انتوا احلى حاجه حصلتلي في الحياه اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله